تماما مما جاء في جنازة كل من الفنانين وحيد سيف ونبيل الهجرسي من عدم حضور نجوم الفن، استطاع عزاء النجمين الذي أقيم لهما معا في مسجد الحامدية الشاذلية أن يستقطب عددا كبيرا من النجوم الكبار، كان في مقدمتهم النجم عادل إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد هنيدي وفلول فيشاوي ومحمود ياسين وطلعت زكريا. كما شارك في العزاء سمير غانم وجلال الشرقاوي وصلاح السعدني ورجاء الجداوي وسهير المرشدي وصلاح عبد الله وغادة عادل. بقاء لله. دعوات الناس كلها له بقدر ما قدم للأمة العربية كلها من أعمال عظيمة وتراث كبير جدا ضخم، سواء في السينما أو في الإذاعة أو في التلفزيون. نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته، وزي ما أسعد الملايين ورسم الابتسامة على شفاه الملايين، فإن شاء الله هيكون مكانه جميل عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا بعزي الفنانين كلهم والأمة العربية كلها، وبعزي طبعا الأستاذ وحيد سيف، أشرف سيف طبعا، في والد أستاذ فنان وحيد سيف، و يعني كل شيء نصيب الحمد لله على كل شيء، يعني مفيش حد يجل على ربنا. المدة هي الحقيقة الوحيدة في الحياة يعني، وما ما حدش يقدر يناقشها تحت أي ظروف، لكن احنا يعني بنصاب بفقد اي زميل عزيز، وخاصة الناس اللي بيقولهم تميز وتفرد معين في حياتهم الفنية. الحمد لله الحمد لله، البقاء لله، كلنا هنموت، بس هو دلوقتي طبعا الفراق صعب قوي قوي. الاثنين زمايلي والاثنين عشرة طويلة وعمر طويل، وشفت معاهم يعني أحلى أوقات، وكلنا عيش وملح مع بعض كتير، وغاليين جدا عليا، والخسارة فادحة الحقيقة يعني. الله يرحم الجميع. هو طبعا هو بس اللي صدف الأماكن، بس جت يعني هو يعني كما زمي بيتجمعوا الناس حواليهم دايما وهم في الدنيا أحياء، برضو يبدو أنهم هما بينتقلوا، الرفيق الأعلى برضو جمعوا الناس حواليهم. احنا فقدنا زميلين عزاز جدا وصديقين ممتازين، فقدنا الضحكة، فقدنا الابتسامة في زمن احنا محتاجين الابتسامة فيه. اتنين كانوا من اعلى اغلى الناس، وحيد من بلدياتي من اسكندرية، وخريج جامعة اسكندرية، جامعة بتاعتي، وكنا نعرف بعض من زمان او اشتغلنا مع بعض كتير، قمة من قمم الكوميديا على المسرح وعلى السينما، وله علامته. ونبيل برضو عشرة عمر طويلة 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 طويلة، يعني ناس ما تتعوضش. طبعا لا يختلف اثنين على ان وحيد سيف ونبيل الهجرسي كانوا من اجمل فنانين الكوميديا في مصر، كانوا يعني اسعدوا الناس، ويعني نشروا البهجة والسرور في الاعمال اللي عملوها. ولكن بعد ان يتوفاهم الله، واجبنا ناحيتهم بقى ان احنا نترحم عليهم دايما. الله يرحم اللي بيروح ما بيجيش زيه، وربنا يعوض البلد دي عن اللي بيروح منها. والله يرحمهم الاثنين رحمه الله عليهم، كانوا بين ادمين من افضل ما يمكن الحقيقه، رحمه الله عليهم. نبيل الهجرسي زميلي وحبيبي وعشره عمر، ووحيد زميلي وحبيبي وعشره عمر، يعني انا جاي اعزي ناس حبايبي، وربنا يرحمهم ويتولاهم برحمته، والفن خسر كتير. الفنان الراحل وحيد سيف من مواليد الأسكندرية عام 1934، ودرس التاريخ في كلية الآداب، وظهر في السينما لأول مرة عام 1971، وده كان في فيلم زوجتي والكلب مع المخرج سعيد مرزوق. أما الفنان الراحل نبيل الهجرسي فهو أيضا من مواليد الأسكندرية عام 1937، وحصل على شهادته الجامعية في الفنون التطبيقية، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وحيد له مكانة خاصة في قلبي وفي مشوار حياتي كله، ربنا يرحمه ويتولاه بألف رحمة. ونبيل
اشتغلت معه كتير وربنا يرحمه هو كمان. صدفة غريبة انهم الاثنين يبقوا في يوم واحد ونعزي الاثنين في يوم واحد. ربنا يتولاهم برحمته. ربنا يرحمهم وبعزي مصر كلها. فهؤلاء الفنانين العظام الذي أصروا حياة الفنية وأصروا مصر بالابتسامة الحلوة والشيء الجميل. هو الفرق اللي صعبة قوي. وبعدين بني أدمين كانوا بمعنى كلمة بني أدمين. عمرك سمعت على وحيد سيف ولا نبيل الهجرسي عملوا أي إشكال أو عملوا أي حاجة؟ بل بالعكس دول أسعدونا على مدى جميل وكنا بنتعلم منهم. مطلوب لهم الرحمة من ربنا. دام لله الله يرحمهم. كانوا نعم الناس وأحب الناس وأغلى الناس. وكفنانين مش أنا اللي هتكلم عنهم يعني كانوا أساتذة لو أتعلم منهم كتير في الجنة ونعيمها إن شاء الله. اتعلمنا منهم وعلى أيديهم وتعلمنا مش بس في الفن وفي الحياة. الفكرة كانوا أصدقاء حميمين جدا 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 هما الاثنين. سبحان الله يعني الله يرحمهم. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وده حال الدنيا وحالنا كلنا. كان رفيق كفاح ورفيق درب. ربنا يرحمه ويرحم وحيد سيف. كل فنان بيتوفى بيبقى خسارة كبيرة قوي على مصر. وسواء كان الفنان الكبير وحيد سيف أو الفنان الكبير نبيل الهجرسي فالاثنين بينتموا لجيل لن يعوض. احنا خسرنا أولا اثنين أصدقاء عمر وكمان زملاء فن كان لهم دور وعلامة في الفن المصري. ما ننساش ان احنا ما اعتقدش ان في حد من اجيال ديته او اللي قبليها ما تفتكرش الاستاذ وحيد سيف او استاذ نبيل الهجرسي. اتنين رسموا البسمه على شفتنا سنين وكبرنا يعني عرفنا معنى التفاؤل والابتسامه بسبب الاستاذ وحيد سيف واستاذ نبيل الهجرسي. بس حتى استاذ نبيل الهجرسي كمان بصفه شخصيه لان بنته نور يعني تعني لي صديقه ويعني مؤثر فيا جدا. اقدم عزائي لكل اسره الراحلين الفنان وحيد سيف والفنان نبيل الهجرسي. فقدت السينما المصريه والعربيه اثنين من الكوميديان اذا كان تركونا بجسدهم ولكن هم ما زالوا معنا بارواحهم وما زالوا معنا باعمالهم الطيبه. للاسف الشديد احنا فقدنا قامتين مهمين جدا في عالم الكوميديا والدراما وأساتذة كبار والاثنين في يوم واحد. ربنا يعني يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته ويصبرنا ويصبر أهلهم بإذن الله. وحيد سيف الحياة بالنسبة لي مش مجرد فنان. أنا كتربطني بعلاقة قديمة وأشرف سيف ابنه أخويا يعني منذ سنوات طويلة أيام ما اشتغل وحتى بعد اعتزاله. فأنا بعتبر وحيد مش مجرد فنان بالنسبة لي هو أب وأخ وصديق. أنا بفقد اثنين من عمالقة الفن من عمالقة الكوميديا اثنين من أعز أصدقائي شخصيا يعني كل منهم أبن من الفن ما يكفي أنه هو يتغبى على قمته الكوميدية يعني وحيد سيف نبيل الهجرسي قمتين فنيتين كبار جداً.